عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب خلال الأيام القادمة سوف نوافقكم بآخر التوقعات والمستجدات إن شاء الله، وشكرا لكم جزيل الشكر. سوف نلقي النظر على النموذج الأمريكي والأوروبي إن شاء الله بالتفصيل إخواني الكرام، فقبل الأخذ في التفاصيل مشاهدينا الكرام، فإذا كنت تشاهد لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا لكم جزيل الشكر. بالنسبة لتوقعات إن شاء الله هذا المساء أجواء مستقرة مع استمرار الأجواء المستقرة وجفاف قوي واستثنائي هذه السنة يا إخواني الكرام. بالنسبة كذلك ليوم الخميس وكذلك الجمعة فيتوقع استمرار الأجواء المستقرة إلى قلة السحب، كذلك خلال الأيام القادمة إخواني الكرام فأجواء صافية إلى قلة السحب. سنرى كذلك النموذج الأمريكي إخواني الكرام إن شاء الله. بالنسبة للنموذج الأمريكي فيشير كذلك هو الآخر إلى استقرار الأجواء، سيطرة الضغط الجوي المرتفع بشكل كبير، كما تشاهدون إخواني الكرام لا توجد أمطار والعلم لله في ثلاث أيام القادمة والأيام البعيدة إخواني الكرام لآخر تحديثات النماذج العالمية، لكن تشير لهذا المنخفض الجوي عموما إخواني الكرام فأجواء عموما مستقرة إلى قلة السحب في هذه اللحظات. سنرى كذلك آخر تحديث الذي سيصدر إن شاء الله في فترة إن شاء الله المسائية، وسوف نعلمكم بآخر تحديثات إن شاء الله في فيديوهاتنا القادمة. حاليا إخواني الكرام أجواء صافية إلى قلة السحب والعلم.